هستأذن دكتور عماد، انا عايزه ابدا مع حضرتك يا استاذ محمد. اتفضلي. يعني قول لي انت حضرتك الاول اخبار شغلك ايه، بتسوق ايه، بتسافر فين، بتروح فين، عشان نبقى عارفين انت ايه اللي بتشوفه. والله انا ابتدي حديثي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اوصل لحضرتك اني دلوقتي طبعا احنا عندنا شبكه طرق امتدت جميله جدا، من ضمنها ابتدي بيه طريق جلاله. طريق جلاله ده مشروع وفر علينا وقت، وكمان تلاشينا فيه اللي هو طريق الزعفرانه اللي دايما بيحصل في ملفاته بيحصل فيه حوادث. كذلك انا شايف ومريت على الطرق زي الطرق الجديده اللي هي برضو زي لسه زي ايه انت كده زي طريق الجلال ده طريق كان بيودي قبل كده، كنت مثلا بتاخد الطريق ايه، الطريق التاني اللي كان موازي ليه، وكان يعني بتاخد قد ايه في وقت لما خدت طريق الجلاله، وفرت قد ايه؟ تمام. هو في البدايه قبل ما نعمل طريق الجلاله او قبل مشروعات اللي كانت بتحصل ده في طريق الجلاله، كان بنستعمل طريق الزعفرانه. وطريق الزعفرانه ده بيبقى على البحر، وكان طريق ضيق ورايح جاي. ففي ملفات كتير، فكانت خطر. حوادث خطر جدا بتحصل في الحوادث، غير ان الطريق برضو ما كانش ممهد لطبيعه العربيات، فكان في لازم يبقى في بديل اللي هو اتعمل ليه ده طريق الجلاله. طريق الجلاله وفر لي وقت، اداني امان، حاجه ممتازه جدا، اتجاهين ما فيهوش اي ملفات، في المحاور اللي هي بتطلع وتعمل التربنوية ده جميله جدا عشان يخلي حركه المرور دايما مستمره. ويعني ايه تاني غير طريق الجلاله؟ عندي دلوقتي طريق شرم الشيخ، هو باذن الله كمان يمكن في المشروعات الجديده دي هتتفتح مع الانفاق الجديده في خلال الفتره ديت، هيوفر لي حوالي ساعتين زمن. برضو من الطرق اللي هي بقت خمس حارات دلوقتي، وغالبيه الطرق دلوقتي اللي بتقوم بيها الدوله بقت اغلبيتها من اربع او خمس حارات وجزيره في النص، غير اللي الخدمات اللي بقت موجوده على الطريق. طيب هرجع